الرئيس السيسي يعبر عن ثقته في وعي الشعب المصري ويحذر من تهون المواطنين في مواجهة أزمة فيروس كورونا. رئيس الوزراء يؤكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة أعطت القدرة للدولة على تحمل تداعيات أزمة فيروس كورونا. الصحة تعلن ارتفاع حالات الشفاء من مصاب فيروس كورونا إلى 276 وتسجيل 128 حالة إيجابية جديدة وتسع حالات وفاة. الواحدة ظهرا في القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا لقدرات القوات المسلحة في المساهمة مع القطاع المدني في مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وخلال كلمته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقته في وعي الشعب المصري، مؤكدا أن الحزم ليس معناه الترهيب، داعيا لمزيد من الحرص خلال الفترة المقبلة ومحذرا من تهاون المواطنين في مواجهة أزمة فيروس كورونا. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لاستمرار المشروعات القومية رغم هذه الأزمة، مشددا على أن الدولة لن تسمح بالبناء المخالف، ومحذرا من يتصور بأن الدولة مشغولة في المواجهة مع فيروس كورونا. هذا وقد أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كل السلع متوفرة ولا يوجد أي داعي للخوف، مشددا على أن الحد الأدنى للاحتياطي الاستراتيجي لا يقل عن 3 أشهر. ووجه الرئيس السيسي الشكر للأطقم الطبية ولجميع العاملين في القطاع الطبي بمصر لما يقدمونه من جهد ملموس في مواجهة فيروس كورونا. كما قدم الرئيس الشكر للقطاع الخاص على الدعم الذي يقدمه لمصر في هذه الظروف، داعيا للحفاظ على العمالة وعدم تسريحها. كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة المصرية دولة قوية وقادرة ومستعدة لكل السيناريوهات في أزمة فيروس كورونا. ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثالثة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وضباط وأفراد القوات المسلحة على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أكد رئيس الوزراء في سياق حديثه عن أزمة فيروس كورونا أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، موضحا أنه سيتم الإعلان عن آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للمستحقين من هذه العمالة. كما أكد رئيس الوزراء على أنه سيتم البدء فورا في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد التي لا تظهر عليها أي أعراض إلى نزل الشباب والمدن الجامعية، والتي تشهد حاليا استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها. أعلنت وزارة الصحة أمس عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة. وأوضحت الصحة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 427 حالة. وأضافت الصحة أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتة إلى وفاة 9 حالات. بسم الله. قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني مايو 2020 الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مواعيدها المعلنة ولن تستبدل بأبحاث. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 من أبريل وحتى 20 من مايو المقبل،
2020 على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 من أبريل الجاري وحتى 17 من مايو المقبل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين. ومن جانبها نفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تلك الأنباء موضحة أنه تم إتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير المياه من خلال منافذ التحصيل لشركتي فوري وإي فاينانس ببعض شركات المياه تسهيلا على المواطنين في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا أو من خلال السداد بمراكز خدمة العملاء أو لمحصل الشركة. ونناشد المواطنين بعدم تأجيل سداد الفواتير لتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين. ختاما كان هذا موجز الواحدة ظهرا من تلفزيون النهار. دمتم بخير وإلى اللقاء.